طلاب جامعة أسيوط الجديدة حصلوا على المركز الأول في تخصص الويب بروجرامينج، وده كان ضمن كذا مشروع اتقدم من طلاب الجامعة. طب إيه حكاية هذا المشروع وإيه تفاصيله؟ طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن إزاي الطلاب حصلوا على المركز الأول وإيه أساليب البرمجة اللي بيستخدموها. معنا عبر زوم دلوقتي عبد الرحمن عمرو الدوي، الطالب بالفرقة الثانية قسم IT تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة أسيوط الجديدة. صباح الخير عليك. صباح النور. عامل إيه؟ يعني في البداية ألف ألف مبروك. الله يبارك حضرتك. في البداية أنا عايزك تشرح لي التخصص بتاعك الويب بروجرامينج، وتقول لي كمان المشروع بتاعك كان عن إيه؟ إحنا التخصص بتاعنا في الكلية هو تخصص IT، تمام؟ IT فرقة أولى وثانية بندرس IT Information Technology بشكل عام. أوكي. الفرقة ثالثة بنتخصص بقى التخصصين ويب بروجرامينج بشكل عام، والجزء الثاني اللي هو النتورك. دلوقتي المشروع بتاعنا دلوقتي اللي احنا عاملينه هو اندور هوتلز بوكينج سيستم، هو مشروع لنظام اداره فنادق، الفنادق بشكل داخلي. تمام. فالهدف منه هو يعني تحويل الفنادق من ان هي تتعامل بالشكل الاكسل او البرامج المعقده ان هي يعني الشكل الالكتروني بشكل سحابي يعني، وده يعني بيزود من كفاءة البروجكت وكده. يعني مثلا العميل اللي بيعمل تشيك ان تشيك اوت، الداتا الموجوده دي او المعلومات الموجوده على السيستم عندهم بتبقى موجوده على انظمه سحابيه، عشان أيوة هم بدل ما يبقى فيه يعني يكوموا معلومات على السيرفرز عندهم، فبقى سيف اكتر او يعني امان اكتر ان معلومات العملاء تبقى على كلاود. مظبوط. ايوه، هي المعلومات دي بعد كده بيتم استخدامها في يعني باستخراج احصائيات بشكل عام، سواء احصائيات الحجوزات والغرف الخدمات الاكثر استهلاكا، وبناء عليها بيتم الاداره بتتخذ القرارات اللي هي تطور المشروع بتاعهم يعني. طب صنف لي بنود مشروعك، عملته يعني الايتمز او كل مجال فيه تعامل ازاي؟ يعني احكي لي عن زي ما بيقولوا كده التفاصيل، يعني شيطان يكمن في التفاصيل يا عبد الرحمن. تمام. التفاصيل هو البروجكت احنا بنستخدمه يعني مبرمجينه في جزء فرونت وجزء باك. اللغات البرمجه اللي مستخدمينها فيه هي HTML CSS و library bootstrap و في PHP وقواعد بيانات MySQL وفريم ورك لارافيل. كلمني عن قواعد البيانات، عملت فيها ايه يعني ايه الجديد اللي قدمته؟ هي قواعد البيانات احنا بنستخدمها يعني بناء على يعني هو بيكون سيستم يعني واحد الكل بيمشي عليه، يعني بمعايير معينه يعني ما بيكونش فيها جزء جديد يعني بالمعنى الحرفي. هي الميزه اللي فيها كلها يعني الجزء الجديد ان احنا نهندل الموضوع ان يعني كل الجداول تتربط عن طريق بعضها. طب عبد الرحمن، هل تواصلتم مثلا مع فندق معين قلت لهم احنا محتاجين نعمل المشروع الفلاني فلو تساعدونا بالبيانات مثلا، وعملت لهم تطوير للسيستم بتاعهم، ولا لسه عايزين تعملوا ده بعد نجاح مشروعكم؟ هو فعلا دلوقتي احنا فعلا متواصلين مع شركه وعندها مجموعه اكواب، والنظام بتاعنا بيدير لهم المشروع بتاعهم بشكل كامل. الشركة ليها علاقة بالهوسبيتاليتي والفنادق وكده ولا مجال تاني؟ ايوه، عندهم مجموعة اكواخ يعني ما بيكونش فندق غرف، بيكون يعني غرف كده في منطقة مفتوحة. تمام. هو يعني بيدير الموضوع كله بشكل عام من حجوزات والاحصائيات العامة والعملاء والايراد والمصاريف. عامة يعني هو احنا حولنا المشروع بتاعهم كان من شكل ورقي، دلوقتي بقى الكتروني كله 100%. عظيم. شغال على ارض الواقع فعلا. طب كلمني بقى عن المسابقه، يعني انتوا الفريق بتاعكم حصل على المركز الاول، ايه هي طبيعه المشروعات الثانيه اللي اتقدمت؟ على اي اساس اخذتوا المركز الاول؟ الافضليه كانت ليكم يعني بناء على ايه؟ الاسباب اللي اخذتها لجنه التحكيم. هو احنا عندنا المسابقه في اسبوع الجامعات كان مشارك فيها 7 جامعات في المسابقه العلميه، كان في 39 مشروع اسف. تمام. وعدد المشاريع في تخصص الويب كانوا 9 مشاريع، وكان في مشاريع ثانيه في تخصص الامبيدد سيستم وعلوم صحيه وتصنيع غذائي.
تمام. هو احنا عندنا في لجنه التحكيم، هو احنا تعرضنا على لجنتين تحكيم. اللجنه يعني كان الهدف الاساسي منهم ان هم يقيموا الهدف من البروجكت بتاعنا ايه هو والاداء بتاعه وثقتنا في نفسنا واحنا بنقدم المشروع ليهم. طب وانتوا بتعملوا كده درافت للمشروع اللي انتوا عايزين تعملوه كطلبه لسه في بدايه المشروع قبل ما تعملوه، فكرتوا في كان ايه الاوبشنز؟ يعني فكرتوا في ايه؟ كان ايه يعني الحاجات اللي طرحتوها قدامكم احنا ممكن نعمل المشروع ده، وبناء على ايه اخترتوا المشروع ده بالتحديد؟ هو الهدف منه ان احنا دلوقتي يعني الفئه اللي احنا مستهدفينها هي الفنادق، يعني اغلبيه الفنادق دلوقتي في الفئه اللي احنا مستهدفينها اللي هي الفنادق الصغيره والمتوسطه. لان دلوقتي هم معتمدين بشكل اساسي على برامج الاكسل او التسجيل بشكل ورقي. تمام؟ فاحنا عايزين نحول الموضوع ده للشكل الالكتروني، لان طبعا البرامج الاكسل يعني طيب الاكسل اللي خلينا برضو نبقى المشاهدين برضو معانا ان دايما الفنادق الكبيره شويه او الفور ستارز فايف ستارز بيعتمدوا على سيستمز عشان يشتروها غاليه قوي، صح كده؟ انا فاهمه صح؟ اكيد ايوه. فانتوا عملتوا زي حاجه شبيهه لده للفنادق الصغيره والمتوسطه، تمام؟ مظبوط ايوه. فطيب نسبه نجاح السيستم اللي انتوا عملتوه يا عبد الرحمن تقدر تقول دلوقتي بعد تطويرها وبعد ما نجحتوا في المشروع بتاعكم كام في الميه عشان تقدروا تبيعوه لفنادق تانية؟ هو حاليا كمرحله اولى احنا خلصنا 100% منها، ان هو النظام داخلي خاص بالفندق. لسه في مرحلتين اتنين كمان جايين. المرحله الثانيه ان احنا هنعمل ويب سايت يكون خاص بالفندق ونربطه بقواعد البيانات، ان هو يعني ان الكلاينت او العميل يدخل ان هو يعمل يسجل حساب ويقدر عن طريق الحساب بتاعه ان هو يعمل حجز جديد، يعني يختار الغرفه يشوف الغرفه مثلا المناسبه ليه بالتاريخ المناسب ويقدر ان هو يعمل تشيك ان ياكد الحجز ويدفع اونلاين فيه. ده بدل ما يدخل على التطبيق الشهير. دي لسه يعني في المرحله الثالثه. يعني احنا دلوقتي احنا هم ثلاث مراحل. اول مرحله ان هو سيستم داخلي فقط خاص باداره الفندق بس. المرحله الثانيه هيكون في ويب سايت يتربط بلوحه التحكم وقواعد البيانات بحيث ان الكلاينت يقدر ان هو يدخل يحجز عن طريقه. المرحله الثالثه هنربط البروجكت بقى ككل بالمواقع اللي هي بتقدم السيرفيس دي، زي مثلا منصه بوكينج، لان في فئه كبيره من الناس دلوقتي اللي هم لما بيعوزوا يحجزوا، يعني مثلا ما كله بيعمل كل الناس عمل مع الويب سايت كله بيدخل مثلا على المواقع الشهيره مثلا اللي هي زي بوكينج او كده ويحجز عن طريقها بخطوات بسيطه. بالظبط. طب عبد الرحمن، صعيد مصر كان لسنوات طويله جدا محروم من وجود كليه زي كليتك، يعني جامعه اسيوط الجديده التكنولوجيه فيها كليه اسمها كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه. الكليه بتاعتك اضافت ايه؟ وبالنسبه للمحيط الصناعي بتاعها في ما يتعلق بالمدن الصناعيه اللي موجوده غرب القناه، غرب النيل، الكليه بتفيدها بايه؟ يعني كلمني عن كليتك بشكل عام. احنا جامعه الاستراتيجيات التكنولوجيه فيها كليتين، كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه وكليه علوم صحيه. كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه فيها اربع اقسام: انفورميشن تكنولوجي اللي هو قسم تكنولوجيا المعلومات، وقسم اجهزه كهربائيه والكترونيه، وقسم شبكات نقل وتوزيع كهرباء، وقسم تصنيع غذاء. هو حاليا انا اللي يعني زملائي اللي في الاقسام الثانيه، يعني في منهم نزل في القريه الذكيه هنا في مصنع سايكو تدريب في مصنع التليفونات هناك. كويس. والاقسام الثانيه برضه نزلوا تدريب، واحنا برضه الجامعه وفرت لنا تدريبات يعني في الاجازه وكده ان احنا ننزلها يعني. طب والمحيط بتاعك انت بتقول القريه الذكيه وبتقول القاهره، لا انا عايزك تبقى في اسيوط لان في اسيوط محتاجاه. هو فعلا المصنع في اسيوط. تمام. يعني هو تابع ل يعني اصل انت قلت لي القريه الذكيه، عندكم قريه ذكيه برضه في ايوه انا في قريه ذكيه في اسيوط الجديده موجوده. تمام. هايل. طيب شايف تخصص اي تي ازاي يا عبد الرحمن، بما انك ده التخصص اللي انت اخترته بناء على ايه؟ شايفه ازاي؟ مستقبله ازاي؟ هو انا اخترته بناء على ان انا بحب الكمبيوتر عامه، يعني لقيت نفسي مشدود ليه. البرمجه بشكل عام يعني انا شايف انها عن مجال يعني ما ينفعش ان انا افوته ولازم ادخل فيه، لان هو المستقبل. يعني احنا دلوقتي انا الفتره اللي احنا فيها ده انا بسميها الثوره التكنولوجيه بشكل عام، يعني
لان في خلال السنين الجايه في وظائف كتير هتختفي وفي صح وظائف اكتر هتظهر برضه، فبحيث ان انا اكون مؤهل للوظائف بتاعه السنوات الجايه يعني. لا هو انت لو طورت بس مشروعك انت كده ضمنت يعني فلوس داخله الفتره الجايه جامده جدا، لانه انت هتروح تبيع المشروع ده طالما انتوا الدكاتره عندكم كانت كمان مهتمه بالبرزنتيشن سكيلز بتاعتكم، اكيد انتوا كسبتوا ثقه في نفسكم كبيره جدا، فلما تروح النهارده انتوا كسبتوا يعني النهارده انت تقدر تعمل شغل الماركتنج وشغل الديفلوبر وشغل كل حاجه، يعني لما تروح تقدم محتواك ده لاي فندق من الفنادق دي وما اكترها انت بايعها من غير كلام يعني. اكيد ايوه، هو يعني احنا برضو يعني جزء كبير من الثقه في نفسنا اللي احنا اخذناها كانت يعني من الدكاتره برضو، يعني ان احنا نعرف ان احنا نقنع العملاء برضو يعني، وفعلا قدرنا ان احنا نجذب اول عميل يعني لينا ونقدر ان احنا نبلغ البروجكت بتاعنا. وكمان اول عميل برضو يعني كان في برضو تعديلات يعني حاجات برضو ما كانت متطلبه لسوق العمل ما كناش واخدين بالنا منها لان ما عندناش خبره في نظام الفنادق وكده، واحنا عملنا يعني التعديلات دي كلها يعني انتوا بحيث انها تكون متاحه في مرنين كمان ان انتوا تعدلوا في السيستم بتاعكم. ايوه نو، هو احنا يعني ماشيين حسب سوق العمل يعني، لان احنا برضو بادئين خبرتنا في مجال الفنادق وحجز الفنادق صفر يعني، فهي كده يعني هتيجي مع الوقت، ولما كل ما العملاء تكتر برضو هنشوف احتياجاتهم ايه ولازم نطور البروجكت بتاعنا عشان يستمر يعني. طب ايه اللي ناقص في محافظة اسيوط على وجه الخصوص وصعيد مصر على وجه العموم فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي او التطبيق التكنولوجي؟ ايه اللي ناقصه علشان يبقى زي العاصمة على سبيل المثال؟ هو حاليا دلوقتي احنا في الجامعة التكنولوجية احنا كقسم انفورميشن تكنولوجي لينا معامل مجهزه في القريه الذكيه هناك، يعني ان احنا يعني احنا معتمدين على التعليم العملي اكثر من التعليم النظري، بحيث ان احنا لما نخلص يعني نلاقي فرص عمل، وبرضه بننزل تدريبات بحيث ان احنا ناخد شهادات بيها، وده هيسهل ان احنا نلاقي فرص عمل يعني. انا لحد اللحظه دي واحنا في الفرقه الثانيه شايف ان كل حاجه ما فيش حاجه ناقصه صراحه يعني. يعني ما شاء الله عليكم يا عبد الرحمن، بنشكرك عبد الرحمن عمرو الدوي طالب بالفرقة التانية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية. أنت متخيل أن دول طلبة لسه في سنة تانية؟ حاجة جميلة جدا أن صعيد مصر اللي على مدار سنين طويلة جدا كان مهمش، نسمع أن في جامعة اسمها جامعة أسيوط الجديدة وفي كلية اسمها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، يعني في تكنولوجيا للطاقة عارفينها وفي تكنولوجيا للصناعة محتاجينها، وصعيد مصر مليانه يعني. انت عارفه المدن الصناعيه عامله ازاي، يعني انا عشان احد من الهجره للعاصمه اللي بتيجي من الصعيد لازم اوفر فرص عمل واعمل تعليم كويس واربط سوق التعليم بالمدن الصناعيه. الخطوات السريعه اللي حاصله على ارض الواقع دي بصراحه ما كنتش متوقعها خالص. لا وكمان عاجبني الوعي اللي عند الشباب دول ان هم عارفين ان هم محتاجين يعملوا مشروع بتاعهم يعني مرتبط بما يحتاجه سوق العمل بالظبط كده. فهم النهارده فعلا المشروع اللي هم عاملينه او السيستم اللي هم مطورينه ده هم فعلا يقدروا يبيعوا بيه، يعني هم كسبوا، هم سيلز وماركتنج وديفلوبرز عاملين كل حاجه. هم الرئيس كان لسه بيتكلم في الكلام ده من كام يوم، يعني هو كان لسه بيوصي بهذا الامر وادي عندنا نماذج مبشره بهذا الامر.